نعم. ولهذا إذا أردنا أن نعرف الأمانة نعم. سواء من الناحية اللغوية والاشتقاقية أو من ناحية اصطلاح الشرع نعم. فإننا نجد سعة في هذا المعنى، لأن الأمانة مشتقة من الأمن، وهو طمأنينة النفس وزوال الخوف. والأمانة بمعناها الاصطلاحي الشرعي الواسع العام هو كل ما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا يطلب من الناس ويطلب من المسلمين أن يؤدوا هذه الأمانة، أن يوصلوها، لأن الأداء هو معناه في الأصل هو الإيصال. ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن توصلوها إلى أصحابها المستحقين لها. وجمهور أهل العلم من المفسرين على أن الأمانة المذكورة في القرآن في قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. جمهور المفسرين على أن الأمانة هنا هي سائر التكاليف الشرعية، وليست مخصوصة بتكليف أو تكليفين أو ثلاثة كالصلاة أو الصوم أو الاغتسال والطهارة أو رد الودائع كما نقل عن بعض السلف. وهذه النقول كما هو معلوم لأهل الاختصاص لا تناقض التفسير العام، لأن كثيرا من السلف من الصحابة فمن بعدهم كثيرا ما يجنحون إلى تفسير الشيء ببعض أفراده أو ببعض أمثلته. نعم. فعندما يسأل عن الأمانة بعض السلف ويريد أن ينبه السائل على أهمية نوع من أنواع هذه الأمانة، فإذا أراد أن ينبه على أهمية الصلاة والمحافظة عليها فإنه يقول له: الصلاة أمانة مثلا، أو الأمانة هي الصلاة. نعم. تنبيها على يعني تذكيرا للسائل وتنبيها له ربما غفل أو لاحظ منه غفلة أو تهاونا عن ذلك، ولكن هذا لا يناقض المعنى العام. فكل ما كلف الله سبحانه وتعالى به عباده فهو داخل في مفهوم الأمانة. ولهذا الشكر أمانة. ولهذا إذا قلنا إن النعمة التي أنعم الله بها علينا، النعم الكثيرة، هي أمانة بين أيدينا، الله سبحانه وتعالى أنعم بها علينا لينظر وليبتلينا ويختبرنا هل نصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى فنكون مؤدين للأمانة قائمين بحقها، أم نصرفها فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى والعياذ بالله فنكون قد أضعنا هذه الأمانة.